وإذا جاز لي أن أطلق على هذا المجلس اسم غير مجلس نقابة المحامين، أضيف لي أقول مجلس نقابة الإصلاح. إصلاح ما أفسده، ما أفسده الظهر. أما جبهة الإصلاح أستطيع أن أطلق عليها جبهة المفسدين والفسدة اللي عاوزين يجوا يخربوا نقابة المحامين. وذكرك يا معالي النقيب في 2009 لما كلمتك بالتليفون، وكان اليوم الأسود بالنسبة لنا شخصيا، لأن أنت كنت تعرف كويس قوي من أكثر من 25 سنة، أنا أعرف وأنت تعرف سامع عاشور يبقى للسيد هاشم إيه. لما أعلن نجاح الأستاذ حمدي خليفة في انتخابات 2009، ولما اتصلت بيك وقلت لك يا معالي النقيب ما تزعلش، نقابة المحامين خسرت فارس لكن أنت ما خسرتش انتخابات في 2009. وعندنا مثل في الفلاحين بيقولوا عليه، إذا كان عدوك نملة فلا تنملة. عاوزين الانتخابات، ولكن معلش مش عاوزين ناخد الموضوع بهزار، الموضوع جد جدا جدا، وهناك ممكن يبقى فيه تصويت عقابي. هناك بعض الزملاء اللي جددوا الكرنهات رغم ان هم جددوا، في ناس مبسوطه ما جتش معانا وبقت معانا، وفي ناس كانت معانا وما بقتش معانا نتيجه، ممكن هم من وجهه نظرهم شايفين الاجراءات اللي احنا خدناها كمجلس نقابه ان هي معوقات من وجهه نظرهم. وممكن في الانتخابات اللي جايه دي ان ما خدناش الموضوع بموضع الجديه والاهتمام والحب والتآخي مع بعض والالفه، وننسى الاختلافات الشخصيه اللي بيننا وبين بعض، وزي ما بنقول اي واحد في المجلس يبقى ال 56 او ال 55، اولا خالد ابو كريشة سيظل مذكورا بينا بسيرته. النهارده خالد ابو كريشة رحل عنا بجسده، ولكن اسمه بيتذكر باعماله وافعاله النقابيه اللي على مدار 20 سنه خدم فيها نقابه المحامين.